بهدف إعداد وتأهيل الشباب في المجالات المختلفة، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة المجرية المتمثلة في المنظمة الهنغارية الغير حكومية هنغاري هيلبس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين، والتي نظمت لصالح 20 من الشباب، ومن بين هؤلاء المشاركين 9 لاجئين وإحدى عشر من الشباب التشادي. تمثلت الدورة التدريبية في الحاسب الآلي والخياطة وصناعة القمصان والمحافظ، بالإضافة إلى الحقائب، وذلك لتمكين الشباب في المهن الصغيرة. لكن نعم شوفي رفيجي كل علمونا رفيجي دول هم كلوا كالي علمو وفي نالما كالي وسم عمري ده يجا وسي وكبير إن لقينا فورماسيون في إنفورماتيك وإربنا إنفورماتيك وشنو وأورديناتير وشنو وإسبلاتي لوجيسيل في إنفورماتيك لوجيسيل مثل وورد إكسل بابليشينج PowerPoint و maintenance en informatique collationnaire. مي عدم محمد رفيجي من كانت قلمي. بون هدي مي عنا الخياطة هسا تشوفوا ده كل حنين سوينا. الأول بداية إن ما نعرفوا أي شيء في الماشين. وجينا في 3 أسبوع دربونا وإيرفنا شغل كتير. هسا الساك تشوفوا سوينا والوساسيت وساك أدو ساك أورديناتير وروب. من جانبه أعرب الأمين الدائم للجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين إدريس محمد علي عن امتنانه لمنظمة هنغاري هيلبس الغير حكومية لمساهمتها القيمة وتقديم المساعدة للشباب لتمكينهم في مثل تلك المبادرات. بدأت بفورماسيون أنتكم هنا 3 أسابيع في كور هنا انفورماتيك وكور هنا كوتور هسه في سالة كان نشوفوا عدة من الخلدان وشمايس كله يتو خيطو ده ذات نيمة وبركة نشكرهم كثير وهذا هسه الفورماسيون عندكم ده يعاونكم في كان عن الريفوجي عشان هم مقوم فورمي 9 من الريفوجي والتعادين ذاتك هم فورمي هم 11 ناس. وفي نهاية الحفلة تم توزيع شهادات للمتدربين، والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية استمرت لمدة 3 أسابيع شملت الجوانب النظرية والتطبيقية.